يعني اروح لكابتن حمدي وبمناسبه طبعا عيد ميلادك هعمل لك مفاجاه، خلينا نشوف ايه المفاجاه. انزل بالمفاجاه على انزل طول. بالمفاجاه. مفاجاه حلوه. يعني مساء الخير عليكم كلكم، رمضان كريم على الناس كلها. بوجه السلام لكابتن حمدي الصافي واقول له ان هو وحشني جدا، وكل سنه هو طيب وعقبال 100 سنه ان شاء الله، والف مبروك طبعا على الدوري والكاس ان شاء الله عبال افريقيا، لان دي الاهم، ودي لما تبقى في تونس الناس كلها عارفه ان مكسبها بيبقى ليه طعم تاني خالص. بس فان شاء الله دي تبقى هديه عيد ميلاده وربنا يكرمه ان شاء الله، وهو وحشني جدا طبعا، انت عارف انت وحشني ازاي. بس هو مرتاح مني يعني بقاله فترة، وإن شاء الله نتقابل على خير وهو لما أرجع يبقى كسبان أفريقيا وفرحان. وسلامي للناس كلها ورمضان كريم. الله أكرم يوسف حمدي الصافي. مفاجأة حلوة صراحة. وحشك؟ آه جدا. طب قول ألو كده. ألو؟ كابتن حمدي. يوسف حمدي الصافي طبعا لاعبنا الكبير وابن النادي الأهلي والمحترف خارج يعني حدود الوطن وفي فرنسا، بنهنيك وبنقول لك كل سنه وانت طيب، واهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن عايزة ازي حضرتك، وعيشني جدا وبرحب بكل الناس اللي معاك، ورمضان كريم عليكم كلكم ان شاء الله. اتفضل بقى يا كابتن، هو ادالك تهنئه على الهوا، يعني شوف انت بقى عايز تقول ايه على الهوا. يوسف عامل ايه؟ كله تمام، ازيك؟ كله تمام، اخبار التدريب والماتشات ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. ان شاء الله كده لما ارجع في هديه بيني وبينك بقى. ما ينفعش على الهوا يعني. انت اللي هتجيب ولا انا اللي هجيب؟ انت اللي هتجيب ولا بابا اللي هيجيب؟ لا لا عيب، انا هديه بسيطه من فرنسا، حاجه ليه بس خليها لما اجي بقى. ان شاء الله تيجي بالسلامه. احسن هديه لبابا ان انت ترجع بالسلامه. عيد الميلاد اطمن موجود، ربنا يرجعه بالسلامه. طمنا عليك يا يوسف، قول لنا عامل ايه هناك، المباريات، هل بتشارك بصفه مستمره؟ يعني طمنا على الحاله الفنيه ليك هناك يا يوسف. والله الحمد لله، انا كنت وصلت اول نص موسم، انا عارف ومهيئ نفسي من الاول ان هو اول موسم هيبقى مش صعب، انت بتاخد خبرات وتستفيد وبتتاقلم مع الوضع. فانا سواء اشارك او ما اشاركش انا رايح عارف ان انا اول سنه لسه اكتساب خبرات، فما كنتش ببقى متضايق لما بشاركش كتير، وده اللي حصل في اول نص موسم. والمدرب اتكلم معايا كده بكل صراحه، قال لي انت في الاول هتجتهد كتير وهتتعب كتير عقبال ما تلعب، وده اللي حصل. اول نص موسم ما كانش فيه مشاركه كتير، النص الثاني الحمد لله من اول السنه الجديده في ماتشات بداتها، في ماتشات كتير نزلت من بره، والحمد لله يعني راضي جدا على اول موسم الوقت اللي لعبته، وعملت اللي عليا بشكل كبير الحمد لله، وربنا كرمني يعني الحمد لله، مبسوط باللي حصل في اول موسم. يعني واضح من كلامك انها تجربه ناجحه وان انت مبسوط بهذه التجربه، ويمكن كابتن حمدي الصافي من اشد يعني المؤيدين لتجربتك دي، يمكن في البدايه كان مؤيد ان انت تروح وتاخد هذه التجربه، خاصه ان هو نفسه خاض تجربه الاحتراف. يا يوسف ايه رايك في الكلام ده؟ يعني مش انا مبسوط بيها لحد دلوقتي، ده مش معناها ان هي انا حققت طبعا كل حاجه، انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا عندي طموحات ان انا عايز اوصل في ابعد حتت في اوروبا واروح دوريات اقوى وفرق اقوى واعمل حاجات انجازات كتير. فالوقت اللي انا فيه الاول سنه انا راضي على اللي عملته الحمد لله واللي ربنا كرمني بيه، بس لسه مش معناه ان انا عملت اي حاجه، فلسه يعني الطموحات والاهداف اكبر بكتير عشان اقول ان انا راضي عن او ان انا حققت نجاحات، فلسه بدري ان شاء الله ربنا يكرمك. طب يوسف، كابتن حمدي الصافي 10 مرات افضل لاعب في قاره افريقيا، واحترف في الدوري الروسي، وكان وقتها الدوري الروسي والدوري الايطالي تقريبا هم افضل الدوريات المتواجده في العالم، ولكن عاد مره اخرى للنادي الاهلي. مش حاطط في طموحاتك ان انت تيجي تكتب تاريخ بتيشيرت النادي الاهلي مع فريق الاسطوري لكره الطائره؟ على مدار تاريخنا وفريق الطائره هو فريق اسطوري، ولا ده مش في طموحاتك؟ لا اكيد طبعا في طموحاتي. هو الفكره كلها ان انت ما انا ده حاجه انا واخدها في حياتي، ان انا كل حاجه ربنا كاتبها بتحصل في وقتها. هو انا في الوقت اللي وانا صغير ده حسيت ان احسن خطوه ان انا اخدها في وقت ان انا عندي 20 سنه ان اطلع بره، التعليم، انك تتعود على الاحتراف، معنى الاحتراف الحقيقي بره، تاخد خبرات، تحتك بناس، وجات لي فرصه صعبه ان انا اخدها، فدي كانت الخطوه اللي انا اخدها اللي انا كنت شايفها اصح ليا في الوقت ده. اكيد طبعا ده حاجه ان انا عايز ارجع، ولسه في حاجات عايز العب في المنتخب الاول، وعايز ارجع اكسب بطولات مع النادي الاهلي، فدي حاجات اكيد طبعا انا حاططها، بس امتى دي بتبقى ربنا كاتبها لك امتى، والظروف ساعتها بتبقى ماشيه ازاي. بس طبعا لو تسالني على في دماغي او في طموحاتي فاكيد دي موجوده.
بتوفيق يا يوسف، وسعداء جدا باتصالك مع كابتن حمدي الصافي، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكابتن حمدي طيب وبخير. انت طيب، ربنا يخليك.